من كرسي لكرسي قد ايه الكرسي بتغري دولة الرئيس؟ كل المسلسل السيت كومز اللي بنعملها على الكراسي للسياسيين، هيدا ما بده يتخلى عن الكرسي، هيدا اللي مصدد الكرسي صدد، وهيدا اللي لزق، وهيدي ما بتقعد على الكرسي تفضل اقعد. نزع قدت الكرسي، يعني الكراسي قد ايه الكراسي جزء من عقدة السياسة. ايوه هي السياسة كلها كرسي الحياة. السياسة كلها كرسي. شوف انا عرفت المحترف السياسي بانه المحترف السياسي لأنه ذاك الذي يسعى للوصول إلى الحكم، يعني للكرسي. نعم. وإذا كان في الحكم فهو يسعى للبقاء فيه، وإذا خرج أو أخرج من الحكم فهو يسعى للعودة إليه. وإلا ما بيكون محترف سياسي. أديكشن، إدمان الكرسي، هذا حياته، هذا تعريف السياسي المحترف. في ناس بيتخدروا على الكرسي دولة الرئيس، يعني بس يقعدوا على الكرسي كرسيهم هني، يعني لهم كراسيهم ولنا كراسينا، بس بكراسيهم هني بيتخدروا. أول شيء مثل كأنه في سوبر جلو تحتهم، يعني في سوبر جلو مثل كأنه في التلزيق السريع، بيقعدوا ما في شيء بيشيلهم بيهزون. في ناس الكرسي بتخرسنهم، في ناس الكرسي بتعميهم، في ناس الكرسي بتوقف من نبضات القلب. شو هالكرسي؟ فظيع الكرسي. قلت لك أنا الاحتراف السياسي هو كرسي الحياة، واللي ما بيسعى للكرسي ما بيكون محترف سياسي. شو شغلته؟ شغلته يوصل للكرسي، وإن كان بالكرسي يبقى فيها، وإن خرج أو أخرج منها يعود لها. أنت مع الوراثة السياسية؟ أنه إذا جدي كان سياسي بيي بيكون سياسي، أنا بكون بالسياسي، بالحليب والبلادينة والسريلاك بشرب سياسي، ورت لأولادي سياسي وهلوم دولة. أنا صار هلا مر علي في السياسة 30 سنة. نعم. بديت من 76 رئيسا للوزراء. نعم. واليوم 2006، 30 سنة كاملين. ولا مرة أنا ما بعتبر حالي محترف سياسي. نعم. ولا مرة طلبت البقاء في على الكرسي. يعني ايام الرئيس سركيز مثلا، الله يرحمه سنه 78 قال لي بدي اعمل حكومه فعاليات، قلت له خذها. نظمت استقالتي، عمل استشارات رست علي، رجع كلفني، ما قدرت اعمل، رجعت. هذا سنه 79 قال لي بدي اعمل حكومه سياسيين، قلت له خذها. استقالت، قدمت استقالتك، ايوه، عمل استشارات نيابيه سموك. وسنه 80 اختلفت معه على موضوع معين، قلت له بخاطرك دولة الرئيس انت وعلى الكرسي تفضل. بس بعتبر حالي احترفت سياسي من حيث لم اكن اريد، يعني لما ترشحت نفسي للنيابي ب 92 لاول مره رشحت نفسي للنيابي، يعني طلبت امرا لنفسي. نعم. طبعا طلبت كمسؤول امرا لنفسك. نعم. رشحت نفسي للنيابي وعملت جهدي حتى افوز فيها. سنه 96 كررت التجربه، سنة 2000 جربتها مرة ثالثة وسقطت، وقلت خلاص. أنا بعتبر حالي منك لحالك. أنا بقول من أصل 30 سنة في الحياة العامة، أنا صرت 30 سنة في الحياة العامة ما احترفت سياسي إلا 8 سنوات. نعم. وأنا نائب يعني. دولة الرئيس، سؤال سريع، أنت وعلى الكرسي، أنت وبسدة الرئاسة، كانوا الإعلاميين يزوروك بكثافة، ما كان في ولا إعلامي ما يجي لعندك أو ياخذ موعد باستمرار. اليوم عندك خيبة لأنه ما في إعلاميين بيجوا بيزوروك، في إعلامي واحد يمكن أو اثنين بيجوا. لا، مين هو الإعلامي اللي بيزورك تقريبا كل الأسبوع؟ مش كل أسبوع، تقريبا كل يوم. كل يوم. سمير منصور. سمير منصور.